صفقة تبادل الأسرى ما هي إلا مسألة وقت. صرخات الأمهات الإسرائيليات تدوي في تل أبيب. هكذا يقولون في إسرائيل: 6000 أسير فلسطيني قاب قوسين أو أدنى من الحرية. عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يطالبون بسرعة التبادل، فلا مناص إلا التبادل. تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممتلئ بالصفقات. الأولى كانت عام 68 بعدما نجح مقاتلو الجبهة الشعبية باختطاف طائرة إلعال الإسرائيلية. كانت معهم ليلى خالد، أشهر من خطف طائرات، فبعدها بعام خطفت طائرة أخرى. في السبعينات والثمانينات استمر تبادل الأسرى مقابل جنود إسرائيليين قتلى أو أحياء، وانتقلت من أجواء الطائرات إلى مسرح القتال في لبنان. أكبر عملية تبادل كانت عملية الجليل التي قادتها الجبهة الشعبية القيادة العامة. مقابل 3 جنود فقط أطلق من المعتقلات الإسرائيلية 1150 معتقلاً، منهم من أصبحوا قادة بارزين مثل أحمد ياسين وزياد النخالة وغيرهم. عمليات التبادل من بعدها تقلصت لغاية ما جاءت صفقة شليط أو صفقة الأحرار بقيادة حركة حماس التي حررت 1027 فلسطينياً. التعنت الإسرائيلي في صفقات التبادل كان ضد المقدسيين وسكان الداخل وعدد من المقاتلين من الدول العربية، ومع ذلك حدثت العديد من الاختراقات لكسر هذا التعنت. الآن ليس جثث جندي أو اثنان، بل أكثر من 200 إسرائيلي محتجز في غزة. إسرائيل الآن تطالب المجتمع الدولي أن يجتمع معهم الصليب الأحمر، وشكلت لجنة إسرائيلية خاصة لمتابعة القضية على أعلى مستوى.